السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي مجدد على قناة عالم الإبداع. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بألف ألف 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 خير. اليوم صيبت واحد السلطة التقديم ديالها مغاير كيف ما كنشوفوا. غادي نبداو على بركة الله. عندنا هنا ربعة ديال الرز اللي أنا سلقته، الرز كلاصي. عندنا شوية ديال المايونيز، شوية ديال البزار، شوية ديال الملح. المايونيز نقدروا نزيدو شوية ديال الزيتون كورنيش للتزيين أو الخيار المخلل. المايونيز شوية ديال الطون. عندنا زوج بطاطا مسلوقين، زوج خزوات مسلوقين، وخزو محكوك للتزيين، وقشور مطيشة للتزيين، وكيبة اختياري أنا هادشي لي اختاريت. غادي نضيف على الرز ديالي المايونيز والملح والبزار، وإذا خصني غنزيدو كنسبق لي قلتليكم الخزو والبطاطا والمايونيز، ونخلي شوية للتزيين والزيتون والطون المعكوح واحد شوية ونضيفو. بعد ما خرجناه من الفريكو كنقلبوه في الطبسي ديالنا على هذا الشكل. كنبداو في التزيين. Thank you.
الله يكون الفيديو يعجبكم وتشتركوا معي بالقناة ديالي وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. وكنقول لكم بالصحة والراحة.